فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يوفق بين جواز إنفاق الأموال الموقوفة على المشاهد والأضرحة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا؟ صير طيبة، أصل الأموال طيبة يا أخي، أصل الأموال طيبة، ولكنها جعلت في مصرف خبيث فتعادل المصارف الطيبة، ولأن المال الذي ليس له مالك هذا يصرف في مصالح المسلمين، هذا ليس له مالك، لأن مصرفه ما هو بصحيح، يبقى ماله مالك مثل المال الضايع، فينفق في مصالح المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.